كان نوع من التراشق بين الدفاع ديال المعتقلين والدفاع ديال الحق المدني. أستاذ زين بخيار عند داء السكري، غيبات، فقدت الوعي. ما يهمنا أكثر في هذا الفيديو هو الطمئنان على الوضع الصحي للأستاذ زين بخيار، لأنه هذا الملف بالضبط كتشوفوا من جميع الاتجاهات. مشاهدينا الكرام، الوثائق موضوع النقاش. أولا نشوفوا الوضع ديال الأستاذ زين بخيار. أستاذ زين بخيار احتراما لقرار النقابة أنها منوع عليها التصريح، تضحي بالغالي والنفيس، وعدد كبير من المغاربة متبعين هذه القضية، أنه هذا الملف بداته مدة ومتبعاه بدقة. يعني مع الأسف أنها جد متأثرة بهذا الملف، لأن هذا الملف هو أكثر من ملف أنه محامي يؤازر يعني مطالب بحق المدني. مشاهدينا الكرام، أستاذ زين بخيار كتبكي، الوضع ديالها صعب. أستاذ عبد الصمد كنشكرك على التدخل. أستاذ أنت راه الأم ديالنا وختنا وصحيحتك هي كل شيء. أنا ما قدرتش نكمل صراحة لأنه كنشوفها وتدرف الدموع، والوضع ديالها شيئا ما هي الحمد لله شوية. حسيت بأنني من الاستفزازات، حسيت بأننا ضل، حسيت بأن بزاف تحوايج ما يمكنش نصبر عليها، لأن احنا قوم نعيش أو نموت. وإن شاء الله الملف القاضي الحمد لله تيتفاعل مع الملف، يحاول ما أمكن أنه يشوف مكامن الخلل وغادي تغطى إن شاء الله. ما يهمنا أكثر هو الصحة ديالك. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا على تتبع موضوع لعدد كبير من المغاربة كيتبعوه، موضوع تهامي بناني. مشاهدينا الكرام، اليوم الأطوار ديال الجلسة تقريبا على الساعة 9 صباحا. اليوم تتم ديال الدفعات الشكلية ديال الدفاع ديال المعتقلين. قبل ما يبداو أستاذة زين بخيار تقدمت أمام الرئيس وتطالب مجموعة من الوثائق، كتقول بأنه هي ما كايناش في الملف، وهذه الوثائق جد مهمة في القضية. مشاهدينا الكرام، كان نوع من التراشق بين الدفاع ديال المعتقلين والدفاع ديال الحق المدني. أستاذ زين بخيار عند داء السكري، غيبات، فقدت الوعي. كانت مرحلة صعبة في اليوم صراحة. مشاهدينا الكرام، أسباب مسببات هذه الوثائق، مجموعة من النقط غادي ندرجوها إن شاء الله كذلك مع أستاذ الحقوقي عبد الصمد ومع الأم حياة. ما يهمنا أكثر في هذا الفيديو هو الطمئنان على الوضع الصحي للأستاذ زين بخيار، لأنه هذا الملف بالضبط كتشوفوا من جميع الاتجاهات، ولها إحساس، وتضحي بالغالي والنفيس، وعدد كبير من المغاربة متبعين هذه القضية، أنه هذا الملف بداته مدة ومتبعاه بدقة. مشاهدينا الكرام، الوثائق موضوع النقاش. أولا نشوفوا الوضع ديال الأستاذ زين بخيار. أستاذ زين بخيار احتراما لقرار النقابة أنها منوع عليها التصريح، ولكن تكون معنا كملاحظة وتؤيد الكلام ديالنا بطبيعة الحال أنه كلام صحيح. أستاذ زين بخيار الوضع ديالها كان ليس على ما يرام، الآن الحمد لله شوية. مشكورين رجال الشرطة اللي كاينين في المحكمة، وكذلك مجموعة من الموظفين اللي ساعدوها في إطار الإسعافات الأولية الحمد لله، وهي شيئا ما بخير. الآن غادي نشوفوا مع عبد الصمد. عبد الصمد أستاذة، قبل من الدفعات الشكلية تقدمت لكم السيد الرئيس تطالب مجموعة من الوثائق مهمة، كان نقاش عندها مع الدفاع، هي عندها داء السكري شيئا ما، من خرجت حدا الباب هي فاش طاحت غيبات تما، كل شيء شاف الوضع. بحكم أنك تبعتي حتى ولات الحمد لله دابا مزيان، كيفاش كتشوف الوضع الصحي ديالها وكيفاش كتكلم معكم؟ هو الحمد لله اولا على سلامة الأستاذة زينب، لانها تعرضت لواحد نوبة عصبية ونوبة عداء سكري اللي خلاها انها فقدت الوعي ديالها واحد المدة تقريبا اكثر من 20 دقيقة. احيي فيها انها التزامها وايمانها بالقضية ديال التهامي بناني. مع الاسف انها جد متأثرة بهذا الملف، لان هذا الملف هو اكثر من ملف انه محامي يؤازر يعني مطالب بحق المدني اللي مشى ليها الابن ديالها. لا، هذا ملف غادي نقاطعك ارجوك،
وتنعتذر منك. مشاهدينا الكرام، استاذه زين بخيار كتبكي، الوضع ديالها صعب. استاذ عبد الصمد كنشكرك على التدخل. استاذه انت راه الام ديالنا وختنا وصحيحتك هي كل شيء، وان شاء الله الملف القاضي الحمد لله تيتفاعل مع الملف، يحاول ما امكن انه يشوف مكامن الخلل وغادي تغطى ان شاء الله. ما يهمنا اكثر هو الصحه ديالك. انا ما قدرتش نكمل صراحه لانه كنشوفها وتدرف الدموع والوضع ديالها شيئا ما، هي الحمد لله شويه. اولا كنشكر سيدي الرئيس اول حاجه كثيره من الدار البيضاء، لان كنا شنا اليوم اثنين الفارط لعندو وتمكن بان جاب الملف وطلع عليه، وقع فعلا بان ذاك البوكس ما كاينش تما، وامر السيد الكاسي بالضبط باش يجي وعيط على السيد النائب الاول ديالو باش يتكلف بهذا الملف شخصيا، ووعدنا بان غايجيب جميع الوثائق المتعلقه بهذا الملف اللي هما دابا باقي اختفى. هذا الملف كاين ثلاثه لي بوكس كيبينوا لنا واحد، ولكن حنا ما بقاش عندنا ما نعبروا، لان حسيت اليوم اكثر احساس هو اليوم، حسيت راسي بانني مقموعه من جميع الجوانب، حسيت بانني بالاستفزازات، حسيت باننا الظلم، حسيت بان بزاف الحوايج ما يمكنش نصبر عليها، لان احنا قوم نعيش او نموت، لان الحق يعلو ولا يعلى عليه. احنا استاذ انا غنساعدك، لانه صراحه انا عارف بانه عندك القرار من النقابه باش ما تناخذيش معطيات في الملف، ولكن الشق الانساني، ومره اخرى كنشكر السيد النقيب على هذا التدخل، لانه شق انساني تريد ان تستفيد بالقلب ديالها مع المغاربه اللي متبعي الملف. ارجوك انك ما تعاتبش الاستاذه في هذا الاطار، هذا نتكلم عن الوضع النفسي ديالها، وفي نفس الوقت كتوجه الشكر الجزيل للسيد الرئيس الاول ديال محكمه الاستئناف اللي كيعطي قيمه للملف، ووعدها هي والام حياه من انه غادي يشوف الوثائق كاملين، وكذلك الرفقه ديال النيابه العامه. استاذه الله يعطيك صحيحتك ويا ربي، انا ملي كنشوف كتبكي تنتالم. انا غنستمر مع الاستاذ عبد الصمد، ولدي يوسف حسيت اننا غادي في واحد السراب، ما يمكنش اربع سنين وحنا باقي ما بدينا الجلسه، باقي ما بداش النقاش، باقي ما كاينش ملف. كيفاش غتصور راسي انا كمحاميه ما عنديش ملف؟ الملف ما كاينش في نيه القضاء. سيد القاضي الموضوع مشكورا، حيت عنده ملف ما عارفش داكشي اللي عندنا حنا. من هذا المنبر تا هو كنشكرو لانه جا عندي وشاف الطمأنينة الصحية ديالي، كنشكر السيد النقيب كذلك هضر معايا وطمأن على الصحة ديالي، لأنني تعرضت للضغوطات من طرف ناس خصوم كيسحبوا لي وشي أنا مخاصم معاهم. لا حنا ما مخاصمين مع حتى شي واحد، حنا باغيين نبغي العدالة تحقق، بغينا نرسلوا الحقيقة، ماشي يجيبوا لي كل أسبوع تهديدات، يجيبوا لي الناس بزاف كيهدوني بجميع فين ما مشيت كنتهدد. علاش؟ علاش في القاعة وسط القاعة ما تحميش؟ وسط القاعة ما تحميش؟ شكون غيحميني أنا في القاعة؟ في القاعة تيجوا لي بحال أنا اللي قاتل هذاك الولد، ما يمكنش. هنا كفى، انا ما نقدرش نستمر في هاد المهزله، راه ما يمكنش ليا، ما نقدرش نبدا ميف هو ما كاينش، ميف باقي ما كاينش ديال التحقيقات ديال 2007 اللي هو محضره 98 اللي فيه التحقيقات والصور وفيه قرص. وكنشكر هذا المرة وكنعاود نشكر لان واعدنا انا والسيد حياه السيد الرئيس الاول استاذ فتحاوي الله ينصره على الحق، لانه هو تكلف شخصيا بهذا الملف وعطى التعليمات ديالو باش تحقيق العداله مع احضار جميع الوثائق ديال هذا الملف من 2007، حيت دابا كنقلبوا على التحقيقات ديال 2007 ما كنقلبوش على ديال الفرقه الوطنيه، لان 2007 راه كان داكشي كلشي وقف 2007، راه المحكمه مبلغه الناظر كيف النيابه العامه هادشي كله كاين وكلشي متاكد من ان هذا، حنا متاكدين من المسائل حيت ما غيبانش الحق اللي ما بانش في ذاك المحضر 98 اللي كياكد القتل، اللي كياكد سميتو حيدو الاعضاء، اللي كياكد بان كانت حراسه قضائيه في ذاك الوقت في المستشفى وحده، هادشي ما قدرناش حنا. انا ما كنلومش القاضي الموضوع، لانه هو ما عندوش، هو ما عارفش داكشي اللي عندنا حنا، ما كنلوم حتى واحد، انا كنلوم هذاك القرص، هذاك المحضر خاصو يجي عاد نداو الميف، حتى هو الميف، ما كانش هذاك الميف ما كانش محاكمه. سيد الرئيس
قال لكم هو الوثائق كلها امامكم، وقال لكم القرص المدمج هادشي امام العلن كلشي كيشوف، قال لكم هذا القرص هو اللي ما غنسلمش لكم راه كاين عندي وغادي نوضعوا امام الملاء نهار اللي غندخلوا للموضوع. شي قالوا السيد الرئيس فين كاين المشكله استاذ في هذه الوثيقه اللي داك الميل تبارك الله كبير وكاين واحد الورقه ولا جوج اوراق ولا ثلاثه قلتوا المهم وثائق قلتوا ما كاينينش. ما كاينش التحقيقات ديال 2007 تحقيقات 2007 كان الناظر ديالو في النيابه العامه، كان الناظر ديالو في النيابه العامه ما كايناش في الملف، حيدوا حتى ديك الصور داك الشيء اللي عندنا صور داك الشيء ولكن حيدوهم من الملف بوكساس ما كاينش. هنا ملي قلتي هذا الشيء استاذ السيد الرئيس كان الجواب ديالو لانه هو ما تيتكلمش وحنا غنقولوا الحقيقه، كان الجواب ديالو قال لك بانه قدموا ملتمس للنيابه العامه، حنا كنا كنشوفوا قال لك قدموا ملتمس وانا غادي نتبع وغنعطي الامر بانه هذه الوثائق توصلنا. هذا الجواب اللي جاوب السيد الرئيس. ملتمس للنيابه العامه راه حنا 4 سنين وحنا في هذا الملف، راه 65 جلسه راه ماشي حنا درنا كلشي، علاش قدمنا السيد الرئيس احتراما له حيت هو ما عارفش اش كيوقع في الكواليس، لان حنا اللي عارفين هذا الملف، ما يمكنش لينا كتعرف فيها هو كحل وهو ابيض، واحد كيوريك ابيض البيض كيوري لك حل، ما يمكنش لينا، ما يمكنش لينا، انا نهار تصعدت انا ما يمكنش. صحتك هي الاولى والساده مشاهدينا الكرام. لتنور الرأي العام أكثر في الموضوع وهذه شهادة أمام الله السيد الرئيس من بعد من وصلوا الخبر أن الأستاذة غيبات أمام طبيعة الحال أمام الجلسة أو أمام الباب ديال القاعة اللي فيها الجلسة، وقف الجلسة وخرج وجال عندها أمام الملاء وطمأن على الوضع الصحي ديالها، من بعد تبت لي بأنه الأستاذة الوضع ديالها ليس على ما يرام، هو يأجل الملف 24/2. السيد الرئيس يحاول بشتى الطرق بأنه يكمل المسار طريقة ممنهجة، وكما قال وهذه الأمور غنشوفها مع الأستاذ عبد الصمد، قال الظلم ظلمات يوم القيامة، سوف أبحث بدقة في الوثائق اللي تسلم في الأدلة من هو الجاني ومن هو الضحية. كذلك كيتكلم على الام حياه اي حاجه بسيطه كانت فيها ملاحظه ونقاش كيقول لهم عيطوا للام، رغم انه الدفاع ديال الطرف الخصم ديال المعتقلين كينددوا امام السيد الرئيس بانه ما عندها الصفه، ولكن القناعه الشخصيه والضمير المهني وما يخوله له القانون المشرع بطبيعه الحال السيد الرئيس كيكمل المسطره باش هذا الملف ياخذ المسار الطبيعي ديالو. موضوع النقاش اللي كتشوف الاستاذه حجره عطره في الملف هو فقدان وثائق، هذا هو الموضوع المحير. الله يشافيك يا ربي. استاذ عبد الصمد كنشكرك مره اخرى، قطعتك وهي اول مره كتكلم بحرقه وانت حقوقي لك ابعاد، فهمتي الابعاد، كيفاش كتشوف موضوع النقاش ديال هاد الوثائق؟ هو باش نكون كشاهد حق، اولا الجلسه السابقه السيد الرئيس تكلم وقال بان الوثائق راه الاشاره ديال الاستاذه زينب عند كتابه الضبط. فعلا مباشره بعد نهايه الجلسه طلعت مع الاستاذه زينب والاستاذه حياه، مشينا لكتابه الضبط باش عطونا الوثائق، جبدوا لنا واحد دو بوكس اون كري اللون ديالهم كري، حطوهم لي بدا فاش دخلنا لقيناهم في واحد المكتب، هزوهم خرجوهم من ذاك المكتب، من بعد ردوا لنا دوك لي بوكس. دوك لي بوكس انا والاستاذه حياه تكلفنا بالجرد ديال الوثائق اللي فيهم باش نشوفوا الوثائق اللي خاصه في الملف باش ممكن ان نناقشوا التفاصيل ديال الملف. نكتشف بان الاستاذه زيد ملي كتكلم غير باش يفهموا الناس الراي العام وحتى السيد الرئيس وحتى كتاب الضبط وحتى الدفاع ديال المتهمين، بان ملي كنتكلموا على المحضر 98 كنتكلموا على الموافقات ديال المحضر 98، كل الابحاث التقنيه التي قامت بها الفرقه تاع الدار الملكي سواء على مستوى السريه ديال دار بوعزه، سواء على مستوى السريه ديال جهه الدار البيضاء، سواء على مستوى المختبر العلمي ديال الرباط. حنا دابا حنا تنلوحوا الاشارات مستوى ديال المختبر العلمي ديال الرباط، هذا جهه، ثم على مستوى الباحث الميداني في مكان وجود الجثه. كنتكلموا على 2007 المحضر 98، هذه الوثائق كلها ما كايناش في الملف، كاين ربعات النسخ ديال المحضر الانشائي ديال المحضر 98، اما الموافقات كلها ما كايناش في الملف. ثم ملي كتكلم الاستاذه زينب على المحاضر على الابحاث اللي قامت من الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه، اش كنلقاو؟ كنلقاو خمسه ولا سته تاع المحاضر ديال الاستماع، ما كنلقاوش المرفقات. لنتفاجئ بان هذوك الصور ديال مثلا ان ملي مشاو الناس اللي حقوا معاهم وبغاو يوجهوهم اتهام داوهم المكان وقع في الحرمة والجثة ديال تامي بناني، راه مشاو راه هما داوهم البلاصة في الجثة ديال تامي بناني. نتفاجأ بان كل دوك المحاضر البحث او تمثيل الجريمة او ما كاينينش في الملف. فاش
طلبنا السيد رئيس المصلحه ديال الكتابه بالضبط وكاتب بالضبط اللي كيكون في الجلسه، قال لنا هادشي اللي كاين، قال لنا هادشي اللي كاين في الوقت ديال رئيس الجلسه. شكون داخل الجلسه هز لينا واحد الملف ديال المحطات 190 فيه الصور وراه لينا في القاعه، ملي مشينا ما لقيناهش. شكون اللي خبر هذا الملف؟ اذا هناك يد خفيه. حنا ملي كنقولوا يد الخفيه باش نحدوا، حتى حنا كنفهموا المؤسسات السلطه القضائيه كنشكروها لانها كدير مجهود كبير باش انها تنهي الجدل حول هذا الملف. السيد الرئيس الاول راه واعد الاستاذه زينب الام حياته وقال لها باننا ساحضر نظير هذا الملف، وكنشكرهم لان اليوم كاين واحد المجهود كبير باش تكون صوره جميله للقضاء المغربي. الدليل على ذلك راه هبط رئيس الهيئه تتاكد من الصحه، حيد البدله ديالو بجلابته وجاء عند الاستاذه حيت الاستاذه زينب ملي عرفها انها ما تقدرش تكمل قرر رغم ان وقع اللغط داخل القاعه من طرف الدفاع ديال المتهمين، قرر انه ياجل الجلسه لان الظروف الصحيه ديال الاستاذه زينب ما يمكنش انها تسمح باستمرار الجلسه. اذا ملي كنتكلموا هنا كنتكلموا على كتابه الضبط اللي مسؤوله عليها هي وزاره العدل. فاليوم كاين هل يعقل ان ملف خالي من الوثائق الاصليه ديال الملف؟ اذا اول خطوه تنطالبوا صراحه كناشطين حقوقيين وكصوت المجتمع من السيد الرئيس ان يقوم ان يعجل بعمليه جر الوثائق، يعجل بعمليه الجر والورقه اللي مشات من ذاك الملف يتعاقب اللي حيدها من ذاك الملف. اما انا نستمروا بان ربما 65 جلسه راه زعما راه خدات بعد كبير رغم ان الملف راه بسيط. الملف فيه القتل العمد، القتل العمد هادو يقولوا يدلي ويقولوا ما عندهاش الصفه، يقولوا ما عندهمش البراءه. حنا كمجتمع تنقولوا بان اذا كانت هذه جريمه قتل العمد يجب ان الحكم على هذه الجنات باقصى العقوبات، الوصول للاعدام باش يكون ضد المجتمع. اما نبقاو نزيدوا المزايده الفارغه ما عندهاش اسيدي، ربما نقولوا ام حياه ما عندهاش الصفه، لكن نحن كمجتمع لدينا الصفه. ما يكونوش كيعيشوا بيناتنا قتله كيقتلوا بطريقه غدر. ولكن استاذه حياه دارت الاجراءات القانونيه هي فيما يخص هذا الصفه باش يكون عندها الحق المدني في الطبيعه في الدعوه. دارت الاجراءات. حنا قبل الصفه ديال الاستاذه حياه قام صفتها ثابته، غير هي ربما مازال ما فهمتش مجريات المحاكمات فتم استفزازها وتستفزات. ما فاهمة صفتها راه عندها في الحاله المدنيه ديالها، عندها الصفه ديال الولده راه في الحاله المدنيه ديالها هي اللي ولدت تامي بناني. ولكن راه ما ينساوش دابا حيت كنوروا الراي العام، ما ينساش الراي العام بان الناس هادو راه متابعين من طرف قاضي التحقيق ومن طرف النيابه العامه التي تنوب عنا، تنوب عن العموم على المغاربه كلهم بالقتل العمد. قاضي التحقيق كيخربق، النيابه العامه التي تنوب علينا كتخربق، راه متابعينهم بالقتل العمد وغادي يرافعوا باش ان هاد الناس هادو اللي قاموا بهذه الجريمه ديال القتل العمد يتحكم عليهم باقصى العقوبات. وتبتوا لنا براعتهم، الا تبتوا براعتهم الله يسهل عليهم. ولكن الا كادوا مذنبين نحن كصوت المجتمع نطالب بانزال اقصى العقوبات على المتهمين وعلى الناس اللي ساعدوهم في ارتكاب هذه الجريمه. هنا بقى عندي سؤال اخير، انه استاذه ملي تقدم السيد الرئيس تطالب واحد الصوره فيها الراس، تقدر تشرح لي السيد الرئيس بحيلا شيء ما انظهر على هذا الكلام، واش هاد الصور كاينين في الملف ولا ما كاينينش؟ تكلمي على هذا التدخل اللي دخلت عند السيد الرئيس امام العلن بطبيعه الحال. فيما يتعلق بالصوره اللي مطلوب نعرفه بان السيد الرئيس راه كيقولها وكيلوح واحد الرساله للعموم لان راه الشفافيه، انا هيئه الحكم تشتغل في هذا الملف بكل شفافيه ووضوح. قال بالحرف السيد الرئيس، قال انا اشتغل بناء على هذا الملف الذي بين يدي. حتى هو راه كيلوح اشارات، راه تبارك الله راه رئيس له تجربه وباع طويل في المحاكمات وكانت عنده الجراه في بعض الاحيان انه دار اصدر احكام على المقعد. في المناقشة اصدر حكم على المقعد وفي الملف الشهير ديال الجماهير ديال الرجاء ديال الرجاء البيضاوي. فاللي ممكن نقول بان هذه المساله هذه كانت واحد الصوره تشوف في الملف وتحيدت من الملف ديال ان تامي بناني مضروب في راسه، وكان ربما هذا الشيء سجل في محضر من المحاضر الجلسات السابقه في الهيئه الاولى او الثانيه. فاللي مهم ان احنا غنوصلوا لهذ التفاصيل. اساسي اننا نحصلوا على النسخه او النظير ديال الملف كامل ما مسحوبه منه حتى شي وثيقه. الصوره كاينه ولا ما كايناش؟ تنشوفوا النظير حاليا ما كاين حتى شي حاجه، حاليا ما كاين حتى شي صوره في الملف. عبد الصمد شكرا لك استاذ. يمكن هي بغات لي نيت تقدمت قدام السيد الرئيس بغات تجاوبني على الصوره، الصوره اللي تقدمت طلبتيها قدام الرئيس. نجاوب اولا على الصفه، لان من في الناحيه القانونيه اي واحد عنده مضره او مصلحه في شي حاجه هو راه عنده الصفه.
ماشي بالضروره نجيبوا عدد الموتور لان عندها الصفه ما دام ولدها هو المعني بالامر هذه راه قانونيا حتى واحد ما غيناقش فيها الا ان بالنسبه للصوره اللي سارت استاذ الحياه هذيك الصوره مش غير بوحده اللي مشات دابا دابا راه مشى كل شيء عندنا صورنا الصور ديال القتل وداك الشيء ولكن راه حيدوا حتى هذوك الصور اللي كنا صورنا حيدوا البوكس كله راه ماشي هذيك الصوره دابا هاد لي بوكس كاينين هادشي بشهادة راه طلعنا عند السيد الرئيس اول محكمة الاستئناف مشكورا وهو شاف لي فيديو وعرف بان ما كاينينش هذوك ما كاينش هذاك البوكس وعهدنا بانه ان شاء الله راه يكون لانه عنده مصداقية الرئيس اول كنعرفو منذ زمان منذ بداية حياته المهنية بانه نزيه وسليم لهذ الاسباب عطانا واحد وقتنا قالنا ما تخرجوش من الكتابة الخاصة تجبدوا هاد الناس وفعلا دار داك الشيء وكلف النائب الاول ديالو مشكورا انت هو كذلك باش ضروري يحضر جميع الملف ما كاين حتى حاجة غتخبى وحنا كنا فرحانين بهذا الشيء الا انني وقع لي شيء لان اولا عندي داء السكر ثانيا باني ما نعساش الليل كله ثالثا بان كيوقع لي الضغط داخل القاعه ما يمكنش انا يوقع لي الضغط داخل القاعه شكون غادي يعرفني بانني كنت تعداو علي داخل القاعه كيجيبوا الناس يتعداو علي داخل القاعه كيفاش كنستفز داخل القاعه شكون غادي يعرف بانني استفزيته وتظلمت في القاعه ما يمكنش يتحمل هذا الشيء بارك من الظلم الظلم ظلمات يوم القيامه.